بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. تاسع الأشواط منطلقا مع المسافة 1500 متر للفئات المشتركات مباشرة مع شوط الإبكار الشهري حمد بن سليم الوهيبي مع المركز الأول المركز الثاني من الجانب الآخر والمتدخلة في هذه اللحظات جبارة سالم بن محمد بن سالم الموكي على المركز الثاني والمركز الثالث القادم جلجلة ناصر بن حمد بن شطيط الوهيبي من ينطلق مع جلجلة ولكن من هناك من الجانب الآخر والتقدم أيضا مع المراكز الأخرى بشعار سعود بن سالم المالكي مع شواهين على المركز الرابع والمركز الخامس هنا شواهين محمد بن غدير الوهيبي هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة أعود مع المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط إلى التحدي الجميل والتحدي المثير الذي انطلق به الكل نحو المراكز الأولى نحو صدارة هذا الشوط أعود إلى المركز الأول إلى المقدمة إلى الصدارة إلى صدارة الشوط هنا من تقدمت في هذه اللحظات وتواجدت شواهين سعود بن سالم المالكي مع المركز الأول لكن الوصول إلى آخر والتقدم من خود سليمان بن سالم بن حاكم المالكي غير نحو المركز الأول انطلق نحو الصدارة نحو المراكز الأولى المركز الثالث الشهنية حمد بن سليم الوهيبي رابع المراكز أيضا جبارة سالم بن محمد بن سالم المالكي لكن أعود إلى الثنائي الجميل والثنائي الرائع هنا مع شواهين شواهين ما زالت نحو الصدارة بقيادة شواهين نحو المركز الأول سعود بن سالم المالكي لكن بن حاكم ما زال صامد يعود من جديد على هذا التحدي الجميل غير نحو المركز الأول نحو صدارة هذا الشوط انطلقت خود سليمان بن سالم بن حاكم المالكي تهانينا والناموس على هذا الإبداع اشكرك يا بن حاكم على الانتزاع لهذا الشوط المركز الثاني كانت شواهين سعود بن سالم المالكي المركز الثالث ثالث المراكز هناك بشعار ايضا شعار المتواجد في هذه اللحظات واعود الى المركز الاول تهانينا والناموس بتوقيت زمني مقدار دقيقتين و16 بتعشر جزء من الثاني هو التوقيت الزمني لهذا الشوط تهانينا والناموس لسليمان